4-0 للبرشلونة، 4-0 للبرشلونة. مفيش كلام يا مارسيلو، لن تجدي الدعوات، لن تكفي الكلمات. 4-0 للبرشلونة. الليلة كتالونية، الليلة كتالونية، الليلة برشلونية، الليلة برشلونية، الليلة 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 برشلونية. ولا مرة أخرى، لا سامحني، 3 أهداف بهذه الطريقة. ميسي ما يضغط عليه حتى لاعب من الوسط، يحط كرة في طبق، وطبق بجواهر بدياموند. شوف الميسي ماذا يفعل. لو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي، لو كان الإبداع رجل لضيفته في بيتي يا ميسي. ليه يعلق وحدك، اتكلم وحدك، انطق وحدك، استنتج وحدك، قيم وحدك، قوم وحدك، حلل وحدك. ما عادش نحكي، ما عادش نتكلم، وفى الكلام، يوفى الحديث. كلاسيكو من طراز آخر، كلاسيكو من الاكسترا تيرستر. هذا مش من الأرض، هذا مش من دنيتنا، هذا مش من عالمنا، هذا مش كورتنا، هذه مش حياتنا الرياضية. الله يا البرسا، كيف تلعب؟ كيف تستطيع أن تلعب؟ كيف تمتع لما تلعب؟ وكيف تلعب لتمتع وتلعب يا بلاوغرانا؟ ما عادش مباراة. لذلك كان إحساس، وحذرت في التاريخ فضائح الكلاسيكو، وبدأت بها بعنوان ليالي للنوم الباكر يا كاتالان، وأيام للنسيان يا مدريد. والليلة ينطبق العنوان والاستنتاج على مدريد، على الريال. 4-0 ثنائية فيها.